أول حاجة طبعاً انطلاق فعاليات الشق الرئاسي في اليوم الثاني لقمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ. هذه الفعاليات انطلقت النهاردة من أعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 27 بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة واسعة من وفود أكثر من 190 دولة وممثلي عدد ضخم من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية. أنا بيشرفني يكون معايا في بداية الحلقة عبر تقنية زوم من شرم الشيخ السيدة حنان فكري، مساعد رئيس تحرير جريدة وطني ورئيس قسم البيئة. مساء الخير يا أستاذة حنان. مساء النور، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. ويعني احنا واحنا في القاهره شاعرين بمنتهى الفخر لهذا المؤتمر ومبادرات مصر القويه لوقف حرب اوكرانيا والكلمه القويه اللي قالها الرئيس. يعني يا ريت بدايه كده تكلميني عن احساسك بالاجواء اللي حواليكي، بعد كده تفصيلا بقى هاخد منك يعني حاجات عن لقاءات الرئيس الهامه على هامش المحور الرئاسي اللي بدا النهارده. هو الأجواء هنا طبعا يعني تشبه الأجواء أو مش تشبه، هي مماثلة جدا لأجواء الأسبوع رفيع المستوى في دورات الأمم المتحدة في نيويورك. هي الأمم المتحدة برضو هي اللي ماسكة التنظيم كله للمؤتمر، نفس الطريقة ونفس أسلوب القاعات ونفس التنسيق كل حاجة. لكن الحقيقة طبعا لما جيت امبارح كان الافتتاح الإجرائي، كان اليوم الإجرائي لافتتاح مؤتمر الأطراف، وكان برئاسة سامح شكري الرئيس المعين للرئاسة المصرية لقمة المناخ للمؤتمر يعني للدورة 27. الحقيقة يعني امبارح كان يوم حلو رغم الإجهاد الشديد جدا على كل الناس، لأن جهد رهيب من مكان لمكان ومن قاعة لقاعة، إلا إن كل الناس حاسة قد إيه إن بلدنا فيها تنظيم جيد جدا. يعني أنا فرحت جدا لما دخلت ولقيت كل الأمن اللي واقف على البوابات وكل الناس اللي واقفين على البوابات الإلكترونية للدخول وللخروج، والشباب المتطوعين اللي بيرشدوا الناس يروحوا فين ويعملوا إيه كلهم مصريين. يعني كنت صورة أن الفوج اللي جاي من الأمم المتحدة للتنظيم هيبقى أعداد ضخمة، الحقيقة لقيت العكس، أن الأعداد الضخمة هي من المصريين والأعداد اللي جاية من المنظمة الأمم المتحدة. احنا عرفنا أن في حوالي 2000 شاب وشابة متطوعين من خيرة شباب مصر الحقيقة، وحيقعدوا شهر كامل قبل وأثناء وبعد المؤتمر. من فضلك كلميني عن أهم اللقاءات اللي أجراها سيادة الرئيس على الهامش النهاردة. عين برا احنا طبعا لا محدش حضر اللقاءات دي من الصحفيين، حتى رؤساء تحرير الصحف معظمهم حضروش، واحنا طبعا معزولين جوه لان مفيش البث المباشر، بيبقى كذا قناة ما تقدرش انت تعرف كل حاجة، وجاي طبعا معظم اللقاءات المفاوضات بتاعتها يعني ما حدش بيحضرها ومش بتعلن الا الاخبار المعلنة دلوقتي علشان بكرة في حاجات تانية. لكن خليني بس عايزة اقول لك حاجة، ان الالفين اللي انت كنت بتتكلم عنهم دول موجودين في حتة اسمها المنطقة الخضراء اللي هي مخصصة للمجتمع غير الرسمي، الوفود غير الرسمي اللي جاية مع من الدول، المنطقة الزرقاء اللي هي المنطقة المخصصة للوفود الدبلوماسية، مش بس الأمم المتحدة، الوفود الرسمية لا اللي بتشرف عليها الأمم المتحدة، المنطقة الزرقاء دي المفروض تنظمها. التنظيم فيها في المنطقتين كان جيد جدا جدا، وفي حاجات بقى لأول مرة بتحصل في مصر، وده اللي نفسي أقوله الحقيقة. يعني أنا مثلا أشوف أني أنا بحضر الأمم المتحدة كل سنة، ما بلقاش مثلا أجهزة المية الساقع والسخن موجودة مجانا، فأنا لقيت هنا المية متاحة، انت عارف شرم الشيخ طبعا الناس بتشتري المية، متاحة داخل المؤتمر في كل مكان، الأوتوبيسات مجانا ومكيفة، التعامل راقي جدا جدا، يعني كل شيء منظم وحلو
حتى لو في سلبيات تبقى حاجات خفيفة يعني فردية، لكن المجمل حاجة تشرف وتفرح. طيب. بالنسبة لجزء الدبلوماسي أو الرئاسي طبعا طبعا يعني إن مش هنقدر نقول إن غير إن فعلا مصر بتقوم بدور ريادي، لأن دور مصر في القمة دي تحديدا هو بتقود الدول، بتدفع في اتجاه انها توفق وجهات النظر بين الدول الصناعيه الكبرى والدول الناميه والاقل نموا لتوفير تمويل المناخ. وده طب خليني اسالك على حاجه اخيره يا حنان، احساسك ايه؟ معروف لما بنروح دول التلوث فيها قليل بتبصي على المنظر الطبيعي، تلقطي صوره بالتليفون تلاقي الالوان زاهيه والجو صافي كده والسحاب نقي، احساسك ايه بشرم الشيخ الخضراء؟ يمكن لاول مره احنا كمصريين نروح واتوبيسات واماكن العامه والنقل وكل ما فيش مكنه بتطلع دخانه سودة. لا هو طبعا جو شرم الشيخ نقي جدا، بس هي خضراء مش بمعنى ان هي في خضار كتير، لان هنا الجو في صحراوي يعني. لا احنا بنتكلم على انها صديقه للبيئه، علشان بس الناس تبقى عارفة كل معنى بيتقال. خضراء اللي هي بمعنى نظيفة من أي ملوثات، يعني ده دليل عن البيئة. شرم الشيخ نظيفة جدا جدا، وهواها جيد جدا جدا وصحي جدا جدا، وطبعا واضح جدا ما فيش عوادم وما فيش أي ملوثات وما فيش أدخنة، يعني الجو واضح وإحنا ماشيين إن هي مدينة صديقة للبيئة زي ما أعلنت قبل شهور أثناء إعلان الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزاري لقمة المناخ، أثناء إعلانها الحوار الوطني من شرم الشيخ أعلنت المدينة صديقة للبيئة من كذا شهر. شكرا جزيلا حنان فكري، مساعد رئيس تحرير جريدة وطني ورئيس قسم البيئة بالجريدة، كانت معنا عبر تقنية زوم من مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة التغير المناخي.